السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله تاني حلقة لينا مع حبايبنا بتوع الثانوية العامة. النهاردة هنبدأ في يونت 2. يونت 2 اسمها My father an Egyptian teacher. أبي معلم لغة، معلم مصري. By عبد التواب يوسف. طبعا الرايتر أو الكاتب هو عبد التواب يوسف. يلا بينا نشوف. أول حاجة راح أبدأ معاكم إن شاء الله بأهم الكلمات. Okay, let's read. Association, cultural, discipline, fatherly, owner, importance, influence, liar, lecture, ministry, plan, political science, responsible, semicircle, serious, silence, spoil, strike. تاني حاجة الـ vocabulary بتاعت الـ listening. A word, continue, divide, earn, event, grow up, interviewer, life, magazine, name, play, set up, successful, unusual. Vocabulary on reading. طبعا الـ vocabulary بتاعت الـ reading مهمة جدا عشان نفهم موضوع الـ reading كويس. Achieve, circle, communicate, conversation, design, decision, dream, encourage, fresh, gentle, goal, hey teacher, introduction, inspire, level, natural, paintings, prepare, qualities, reliance, step, take part, worry. Critical thinking or communication or workbook vocabulary دي أهم الكلمات اللي وجدت علينا في كتاب الworkbook. Abroad, act, among, archaeologist, archaeology, behave, behavior, chat, chess, coin, function, hobby, list, material, paper, partner, phrase, practice, recommend, sensible. دي اهم الكلمات. ايه تاني يا تيتشر؟ يعني احنا لازم نحفظ كلهم؟ ايوه طبعا طبعا، احنا كل كلمه نحفظها مهمه جدا لينا، مش بس عشان خاطر نفهم اليونت او نحفظ كلماته بس، لا عشان خاطر كمان الترانسليشن. سؤال الترانسليشن بيحتاج كلمات كتير جدا. على قد ما بنكون حافظين كلمات، على قد ما بنيجي في الامتحان ونحس ان احنا في كلمات وقع مننا. فكل ديت حصيله لغويه بالنسبه لك مهمه جدا جدا جدا. اولا هتفيدك في الرايتنج، يعني قصدي اقصد موضوع الاساي، وفي نفس الوقت كمان هتنفعني في الترانسليشن. اوكي تاني حاجه بقى، فوكس اون فوكابولري. يعني ايه فوكس اون فوكابولري؟ يعني مركز شويه على الفوكابولري او على بعض الكلمات. يعني ايه يا تيتشر؟ يعني جايب الديفينيشن. طب وانا الديفينيشن دوت هينفعني في ايه يا تيتشر؟ هينفعني وانا تشوز ذا كوريكت انسر، وده السؤال التوب عندنا واللي بنحتاجه 100%. خلينا نقراهم كده مع بعض حبايبي. Association يعني مؤسسة أو منظمة. تعال نشوف معناها بالإنجليش. An organization هو المنظمة. For people, the الناس with the same interests، بيكون ليهم نفس الاهتمامات. Or who do the same kind of work، أو اللي بيشتغلوا نفس الشغل أو نفس العمل. Number two, cultural. Cultural relating to art, music, lecture, etc. يعني relating to، يعني ينتمي إلى art الفن، music الموسيقى، literature الأدب، إتك إلى آخره. يعني على سبيل المثال discipline يهذب ويدرب على النظام. To teach someone، إنك تعلم شخصا ما. To obey rules، إنه يتبع قواعد. And control their own behavior، أو يحترم نفسه كويس. Fatherly أبوي. Typical of a kind or concerned father، نوع مخصص او ان حد بتعتبره ابوك. Honor شرف. Something that makes you feel proud and happy، هي الحاجة اللي بتخليك تشعر انك فخور وكمان سعيد. Importance اهمية. The quality of being important، هي الجودة اللي بتخليك important مهم. Influence اثر على. Had an effect on the way someone or something develops or behaves، هو انك يكون لك تأثير بطريقة ما على شخص ما او شيء ما. develops بتنمي بيه، or behaviors
layer. Layer is one of the several levels, واحدة من الطبقات المتعددة of different materials للمواد خام، المواد خام مختلفة that are on top of each other، ودي اللي بيكون فيها من فوق. Lectured يعني حاضرة. Talked to a group of people، انك تتكلم مع مجموعة من الناس about a subject، عن مادة دراسية معينة. Ministry يعني وزارة. A government department يعني جزء من الحكومة، وكلمة ministry دي مهمة جدا عشان translation هي و government كمان. اوكي يلا خلونا نكمل. Plan. What's the meaning of plan? Plan think about something، انك تفكر في حاجة you wanted to do، عاوز تعملها. And how you will do it، وازاي تعملها. Political science and messias. The study of the ideas، هي دراسة الأفكار. And activities والأنشطة that are concerned with how a country is governed. يعني هو دراسة الأفكار أو الأنشطة اللي تعتبر زي بتدار الدولة أو تحكم الدولة. Responsible. مسؤول. Responsible, sensible and able to be trusted. إنك تكون شخص مسؤول أو قادر على الثقة فيك. Semicircle, نص دائرة. A group arranged in a curved line، أو مجموعة مرتبة على حسب curved line، طبعا اللي هو الايه النص دائرة. Serious، جاد وخطير. Quiet and sensible وحساس. Doesn't laugh at the joke much، يعني ما انا بيضحك ولا بيهزر كتير. Silence، يسكت. Silence to make something someone، انك تخلي شخص ما stop giving their opinions، يبطل يتكلم ويقول رأيه. Spoil. Spoil a little child and accept them have or do whatever they want، اللي يعمل هو عايزه. With the result that they behave badly، حتى لو صار تصرف سيء. Extract، طبعا ده بيخليه يتصرف تصرف سيء اكيد. Extract making sure، انك تتأكد that people in the الناس always obey rules، بيسمعوا قواعد او بيتبعوا قواعد. طيب نشوف اللي بعد. Synonyms and antonyms، المرادف والمضاد. تعالوا نشوف. Culture، artistic، primitive. Discipline، control، شخص. Encroach، post، discourage. Fatherly، affectionate، cruel. Honor، esteem، criticism. Influence، effect، cues. Introduction، initiation, conclusion. Natural, normal and natural. Respect, value, disrespect. Responsible, reliable, responsible. Serious, tough, funny. Silent, mute, agitate. Spoil, favor, ignore. Strict, tough, limit. Success, achievement, failure. Okay, failure. طيب ايه بقى بعد السنة؟ دلوقتي بقى الجزء الخاص بالنوتس. نوتس يعني الفروقات او الملاحظات، يعني بنعرف كل كلمة بنختارها امتى وما بنختارهاش امتى. علشان كمان نعرف الفرق في choose the correct answer، لازم نعرف الفرق ما بين النوتس. اول واحدة نمبر 1 event. ايه الديفرنس ما بين event و incident و accident؟ event معناها حدث هام وشيق، زي مثلا الماتشات مثلا. اوكي incident حدث عابر. اوكي accident هي حادثة بعربية. اوكي life يعني الحياة بشكل عام. اما life معناها حياة من نوع خاص، لازم يكون قبلها لكن كلمة the life هي حياة شخص معين او مجموعة من الناس، يعني هي تفرق طبعا. يبقى الحياة هي الحياة بشكل عام، life يعني حياة من نوع مخصص، زي مثلا a country life، okay، أو a normal life، أو a city life. أما كلمة the life معناها حياة شخص أو مجموعة من الناس. communicate و contact و connect. communicate يتواصل ويتفاهم، contact يتصل بي. طبعا عشان كده الأرقام الهاتف بتاعتنا على الموبايلات اسمها contacts. connected يصل ويربط شيء بشيء. okay طبعا communicate يتواصل مع بعضه من غير حاجة رابط معين،
لكن كونكت دي زي ما تربط حبلين ببعض او سلكين مع بعض، يعني حاجتين متواصلين مع بعض. ريكومند وادفايس. ريكومند معناه يرشح ويذكي ويوصي كمان، اما ادفايس ينصح. Can you recommend me a good restaurant؟ ممكن ترشح لي مطعم كويس. My teacher recommended me a book to read before doing the project. Advice. أما advice, I strongly advise you. أنا قلت لك ونصحتك بشدة to apply for the job online. إنك تشتغل online. Okay. خلينا نشوف إيه كمان. Decide. يعني إيه decide؟ Decide يعني يقرر. ممكن يجي بعدها on أو all أو to أو that. طب ايه الفرق يا تيتشر؟ هيتغير المعنى؟ لا، المعنى مش هيتغير، هيفضل يكرر برضه، ولكن اون مثلا يجي بعدها نون معناه يستقر على ويختار. decide to يجي بعدها فيرب في الانفينيتيف يقرر ان يفعل كذا. decided that يقرر انه، وبعدها جمله. ده الفرق في القاعده، ان اون بعدها كلمه، تو بعدها انفينيتيف، ذات بعدها جمله. امال ايه الفرق؟ تعالوا نشوف بقى في المعنى. زي decided on a name for the baby، هما استقروا على اسم البيبي. He decided to stay and see what would happen. هو قرر ان هو هيقعد ويشوف ايه اللي هيحصل. I decided that it would be better to tell Hadi everything. انا قررت اني احكي لهادي على كل حاجه. Sensible وsensitive. Sensible وsensitive الاخر طبعا بول هي معناها متعقل وحساس، اي يعقل يعدي ويقدم الحكم السليم. لكن sensitive الاخر تي اي في معناها حساس ويفهم المشاعر. abroad و abroad و abroad. abroad اللي فيها A والR بعد البي على طول ديت خارج البلاد، لكن abroad على متن السفينة، broad عريض وواسع. طبعا البورد كمان بتاعت اللي احنا بنشرح عليها هي اسمها abroad، ولكن باختلاف الحروف. ازاي يعني teacher؟ نفس حروف الكلمة دي، ولكن ال A بعيدة. ال A بعيدة معنى كده ان اول letter في الكلمة هو ال letter B، ولكن هنا اول letter في الكلمة هو ال letter A. يبقى كلمة abroad معناها على متن السفينة أو الطائرة، لكن بورد الواحدة معناها بورد أو الصبورة أو اللوحة. يلا بينا نشوف بقى الـ reading text. مهم في إيه ده يا تيتشر؟ مهم أولا في السؤال بتاع الـ choose the correct answer، أو بتيجي منه جمل. ثانيا بيكون كمان مفيد جدا لما أجي أكتب باراجراف أو إستاذ. My father an Egyptian teacher. يعني بابايا مدرس، مدرس مصري. For all those who have had the honor of being called teacher. من كل هذا وذاك إلا أنه لدي الفخر والشرف أن يكون معلما. The head teacher مدير المدرسة realized أدرك that the young teacher in المدرس الصغير السن أو الشاب was worried again about his first lesson. من اول درس at school في المدرسة. Don't worry, you have all the qualities to be a good teacher. ما تقلقش، انت عندك كل الامكانيات والصلاحيات اللي تخليك مدرس كويس. He said. You are very natural, انت طبيعي with students مع الطلاب. You are serious, good and responsible, وعاقل وحكيم. Warm يعني دافئ ومهذب، strict صار محاسب. That is what I have learned about you. ده اللي انا عرفته عنك in the short time في الوقت القصير you have been here اللي انت فيه كنت هنا. يبقى انا عشان اقول ان انا بتكلم عن مواصفات التيتشر المظبوطة او احسن تيتشر يكون ازاي، اول حاجة يكون ايه؟ serious، يكون جاد، يكون natural طبعا طبيعي مع الولاد من غير متكلم من غير تكلم. responsible شخص مسؤول مش مستهتر. warm هادي ورزين. strict صارم وحازم. What that is what I have learned about you. ده اللي انا عرفت عنك in the short time you have been here. You will need to discipline. انت كل اللي محتاجه انك تكون مهذب the student، انك تهذب ال student او يعني هنا التهذيب معناه ان انت تخليهم يتصرفوا باسلوب كويس. But you will be fatherly، ولكنك هتكون fatherly and gentle. يعني مش بس هتكون طيب، لا ده انت كمان هتكون اب، يعني تكون حازم تهذبهم وفي نفس الوقت تكون اب وحنين عليهم. Do you think so؟ هل تعتقد ذلك؟ I have always prepared my lesson well. انا دايما بحضر يعني كشكولي كويس او بحضر دروسي كويس. said the teacher. I give myself goals، بدي لنفسي اهداف.
and plan وخطط how to achieve them ازاي احققها. I plan an introduction انا بخطط introduction مقدمة and then use steps وبعدها خطوات. And I like to use paintings بحب استخدم رسومات and pictures وصور said the teacher. That's good كويس جدا. You have come with first with fresh ideas يعني انت جاي وجاي معاك افكار fresh. Answered the head قال المدير. I believe أنا أعتقد that a teacher mustn't silence إن teacher ما ينفعش يكون silence يعني صمت his student أو يسكتهم. He must inspire them لازم يخليهم يشاركوا and encourage them ويشجعهم to communicate على التواصل and to take part in conversation ويشاركوا في conversation في المحادثات. You don't want to spoil the students warned the head حذروا قالوا اوعك تدلعهم. Oh I won't لا طبعا. We should encourage them لازم نشجعهم to move around the class انهم يمشوا في الفصل. We can change the design of the classroom نغير نظام الفصل. If there is a decision of color the students can sit in a circle يقعدوا في دايرة or semicircle او نص دايرة. We could even have the class outside تقدر كمان تخرج الكلاس برا under the trees تحت الاشجار says the teacher. Good luck with your first class tomorrow. حظ سعيد مع أول فصل ليك بكرة. Said the head. The head teacher left him dreaming. سابه يحلم about his new life عن حياته الجديدة as a teacher كمدرس. He believed هو أدرك وأيقن that his job was إن وظيفته that was the most important job أحسن وظيفة أو أهم وظيفة. He was a societies engineer. هو مهندس مجتمع. Helping بيساعد to build it إن في بنائه. A teacher and مدرس is like the layers زي الطبقات of the earth بتاعت الأرض. Whatever level you reach كل ما تيجي كل ما توصل لليفل المستوى you can dig deeper تقدر تحفر تاني to find more layers وتلاقي طبقات أكتر that are even richer than أغنى before من الأولى. His was the best job in the world ودي أحسن وظيفة في العالم. دلوقتي بقى حبايبي هنتكلم عن الجزء الخاص بالجرامر. طبعا الجرامر عندنا في يونت 2 عن البريزنت بيرفكت او المضارع التام. مضارع تام اولا عشان نتكلم عن اي زمن لازم اعرف دلالته او اليوسج والاستخدام بتاعه. We often use the present perfect to talk about an action نتكلم عن حدث that started in the past بدأ في الماضي and continuing to استمر until the present إلى الوقت الحاضر. Often with for a time period خصوصا مع for في وقت بيجي بعدها مدة or since أو since date or starting point in past بداية الحدث أو التاريخ أو مع since. Number two for an action للأحداث which has recently finished وإن انتهت تماما and the result is possible ونتائجها موجودة أو محققة in the present perfect. We also use the present perfect to talk about past experiences لما نيجي نتكلم عن تجارب قديمة or events أو أحداث without saying when من غير ما نقول إمتى. Often with ever or never خصوصا مع ever or never. Number 4 We also use the present perfect to talk about very recent events often with just عن الأحداث اللي لسه حصل حالا مع just. We also use the present perfect to talk about events نتكلم عن الأحداث that haven't happened up to now ما حصلتش لغاية دلوقتي often and yet. We also use the present perfect to talk about an event for actions للأحداث which happened at an unknown time اللي حصل في وقت غير معلوم in the past فيها. ودي الستة دول كانوا استخدامات ال present perfect. طب يا ترى بقى تكوينه ايه؟ تكوينه اولا بتتكون الجمله من السبجكت بعدها هاف او هاز بعدها الفيرب في البي بي. طيب لو نيجاتيف سبجكت هافنت اور هازنت والبي بي. طيب لو كويستشن هاف اور هاز سبجكت بي بي او ان يقول اداه الاستفهام كويستشن وورد بعدها هاف او هاز سبجكت بعدها الفيرب في البي بي. طيب ايه يا ترى بقى اهم الكلمات اللي بتدل على البريزنت بيرفكت ديت عشان اول لما اشوفها اجري بسرعه واختار الهاف والهاز والبيبي. اولا already معناها انها حصل بالفعل لسه حالا
just let out. طب يا ترى بقى teacher هنحطهم فين، نستخدمهم فين؟ ما بين ال some، ما بين ال have and has والبيبي، ما بين ال have and has والبيبي. طيب ever من قبل، never مطلقا وابدا، ever تيجي برضو في نفس المكان ولكن في السؤال، ونيفر تيجي في نفس المكان ولكن في النفي. طيب yet، yet يعني حتى الان، وبتيجي مع النفي او الاستفهام، بس الفرق ما بينها وما بين ever ونيفر ان ever ونيفر بيجوا قبل البيبي او وبعد الهاف والهاز، ولكن هي اليات بتيجي في اخر الجمله. So far, up till now, lately, recently, ever, how long, for duration, since, starting point. Okay? وبعدين ال for و since. طيب يا ترى مين هياخد ال for ومين هياخد ال since؟ أولا ال for. ال for دايما بيجي بعدها period، يعني فترة زمنية، زي day, month, year, week, hour, ages, a long time, the last. ولكن since بتيجي معاها بداية الفعل، ده حصل امتى؟ past simple طبعا لما بتربط جملتين مع بعض، Friday or Monday طبعا دوت أسماء أيام الأسبوع، 2000 and 2005 سنة 2000 و2015 دي طبعا برضو السنة، last June شهر 6 اللي فات، last April شهر أبريل اللي فات، يبقى last أسماء الشهور، last مش the last، لو the last يبقى for، لكن last يعني since. رقم سنة طبعا، اسم شهر، اسم يوم، noun first طبعا لو اسم، كلمة last لوحدها وكلمة كمان then. اوكي طيب what's the difference between have been to had have gone to؟ have been to معناها ذهب الى مكان وعاد، ذهب ورجع، لكن came to، لكن have gone to معناها ذهب إلى مكان ولم يعد إلى الآن. ده difference صغير أو جدول صغير ما بين ال present perfect وال past simple. أولا ال present perfect بستخدمه إمتى؟ بستخدمه لحدث تم ولكن له علاقة بالمضارع، ولكن الماضي البسيط تم وليس له علاقة بالمضارع وكمان. طب ده كويس، الاتنين زي بعض، اه بس في اختلاف، ما زال الوقت في الصباح وله علاقة بلحظة الكلام، ولكن ليست للحدث له علاقة بالمضارع لأن الدكتور زوين مات، تحددت متى حدث الفعل في الماضي. اوكي as example he has gone to Aswan, he has written 5 sports this morning, I have broken my brain school عشان تتعلم، we has sorry he has lived in Cairo for 2 years, he still lives in Cairo still now. اوكي وده كانت المقارنة ما بين الـ present perfect والـ past simple. وبكده تكون خلصت اليونت بتاعتنا بتاعت النهاردة. طبعا هي يونت أسهل بكتير من يونت 1، يونت 1 طويلة جدا ورخمة جدا جدا جدا، ولكنها برضو مش سهلة. ربنا معاكم، يا رب يوفقكم إن شاء الله وتجيبوا أعلى درجات، وأتمنى إن شاء الله إن أنتوا تكونوا فهمتوا. لو فهمتوا ما تنسوش تدوسوا لايك وتسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا، سلام عليكم.